طيب، الأزمة الجديدة في الكاف خاصة بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال. الاتحاد الأفريقي جاله جواب من نادي سيمبا التنزاني. سيمبا تعادل مع المريخ في الخرطوم أو في أم درمان 0-0. فبقت النتيجة مش في صالح الفريق التنزاني اللي هو أصلا متصدر المجموعة، عنده ست نقط غير هذه المباراة. فأصبح 7. سيمبا قال له المريخ أشرك 3 لعيبة موقوفين من الاتحاد السوداني ما كان يجب أن يشاركوا، اللي هم رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس. الثلاث لعيبة دول في 9-2، يعني بالظبط تاني يوم لمباراتهم مع الأهلي، يعني مباراة الأهلي مع المريخ كانت 8 فبراير، 9 فبراير كان قرار لجنة الاتحاد السوداني، لجنة الانضباط في اجتماعها رقم 56 بإيقاف الثلاث لعيبة. الثلاث لعيبة دول الاتحاد السوداني قال انه ثبت انه دول كانوا موقعين للهلال، فبالتالي اللعيبة موقعة لناديين، فتقرر إيقافهم 6 شهور عن مزاولة أي نشاط. حتى هو قايل في الآخر الإيقاف عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر من تاريخ اعتمادهم لنادي المريخ الخرطوم بتاريخ 21/1/2021. ده قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم، وبالتالي كان المفروض ما يشاركوش. حصل لغط في السودان قبل مباراة سيمبا والمريخ، يشاركوا ولا ما يشاركوش. فالمدرب النابي، المدرب التونسي قبل الاستغناء عنه، يعني دي كانت اخر مباراة ليه، كان متردد يلعبهم ولا ما يلعبهمش. رئيس نادي المريخ الاستاذ ادم سوداكال بعت جواب رسمي للمدير الفني قالوا لعبهم، وادي نص الخطاب زي ما نشرته الصفحة الرسمية لنادي المريخ على الفيسبوك، صورة قرار رئيس النادي في خطاب لمدرب الفريق وقتها نصر الدين النابي، يبلغه فيها بقانونية موقف الفريق في حال إشراك الثلاثي الموقوف رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس. طيب، إذن المدرب أشركهم بناء على موافقة رئيس النادي وبعد بحث الأمر القانوني من وجهة نظر رئيس النادي. سيمبا قال لك لا، ادي جواب الاتحاد السوداني ان دول موقوفين. هنا سيمبا لجا للكاف. قدام الاتحاد الافريقي اكتر من خيار، اما باشمهندس ان يعتمد مخالفه المريخ. لا 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 لا، قبل ما تقول مخالفه المريخ انت كده بتصدر حكم. ما انا هقول لك الثلاث حالات. لا 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 لا، الاول نشوف في مخالفه ولا ما فيش مخالفه. لازم نقول احنا احتمالات اللوائح بتقول ايه. طيب الاتحاد السوداني قال في مخالفه. يا سلام يا ابراهيم. ها، مؤمن زكريا لما جه من الزمالك موقع للناديين، اعتبروا الاتحاد المصري موقع للناديين مع ان ما كانش صح، لكن اعتبروا. اتوقف شهر. هل اتمنع من النشاط الدولي والافريقي؟ حسب لوائحك انت الداخليه بتقول ايه؟ ابلغت الاتحاد الافريقي ولا ما ابلغتوش؟ لو خد الاحتمالات بقى، مش هنقعد نتكلم من منطق سيمبا منطق الخرطوم، انما هنقول ايه؟ هنقول لو ان الاتحاد الافريقي، الاتحاد السوداني ابلغ الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ان الناس دي موقوفه مخالفه صريحه ولا يحق لهم المشاركه. لو لم يبلغوا هيعتبروا شان داخلي. انا بكلمك على اللوائح، ماليش دعوه الضغوط هتوصلنا لايه؟ لان الاتحاد الافريقي انا ما سالتش الاتحاد الافريقي. طيب الاتحاد الافريقي قال لا يحتوا في الحاله ديت اعتبار الفريق المخالف مهزوم 3-0. صدر قرار؟ ده نص اللائحه وما طلعش حاجه. يا عم ايوه، امتى؟ يا استاذ ابراهيم تاني، لو ان الاتحاد المحلي ابلغ الاتحاد الاقليمي ان دول موقوفين، يبقى لو اشتركوا يبقى غلط. طب ما ابلغنيش انه موقوفين، يبقى شأني داخلي. طب افرض ان اللائحه السودانيه، اصل ده مش موقوف من قبل الاتحاد الدولي في 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 نشاط دولي، او من الاتحاد الافريقي في نشاط افريقي، ده اتحادات محليه. انت لما توقف اللعيب عندك بيمنع من النشاط الدولي؟ مصر ما اشركتش لعيبه موقوفه محليا في الماتشات الدوليه؟ طبعا اشركنا، وكان بيتهيمن بيقول ان اللعيب الموقوف محليا موقوف محليا الا اذا اختار هذه الاعراف، وهذه هي اللوائح المتبعه سابقا. هيحصل ايه؟ انا ما بقولكش ان ده ممكن جدا الاتحاد الافريقي، اصلا الواقعه بتفاصيلها هيبحث فيها وهيحقق فيها،
وضروري هيستحضر هو. طب تعالى ما نرجع نشوف جواب رئيس النادي اللي بيقول للمدرب اشركوا بعد دراسه الامر من الناحيه القانونيه. يبقى هو لجأ للاتحاد الايه؟ لجأ لاي قانونيين سواء الاتحاد الافريقي او غيرهم، لجأ القانونيين وبناء عليه خد مش قانونيين بس ضروري استشرف راي الاتحاد السوداني. انت صاحب الشأن، هو الايقاف جاي منين؟ من الاتحاد السوداني. هيقول له ألعبهم ولا ما ألعبهمش؟ الطبيعي اذا غير كده يبقى غير طبيعي، يبقى درس مين؟ مع محامي قال له صاحبه؟ طيب. لا، اذا الاتحاد الافريقي قدامه منه ثلاث خيارات. الخيار الاولاني ان يقبل احتجاج سيمبا او يرفضه من حيث المبدا. اذا رفض واعتبر الامر شان داخلي لانه الكاف لم يبلغ باعتماد العقوبه زي ما المهندس عادل بيقول لك، يبقى الامر كان لم يكن واعتماد نتيجه المباراه كما انتهت اليها في الملعب اللي هي التعادل. ده في حال قرار الكاف في رفض احتجاج سيمبا. طب اذا قبل احتجاج سيمبا، ده الخيار الثاني، ده ينقلنا بقى هيعمل ايه في نتيجه المباراه؟ هل هيعتبر المريخ مهزوم فقط في هذه المباراه 3-0؟ هل هيستبعد المريخ من البطوله خالص ويكتفي بمجموعه ثلاثيه؟ بتحصل حالات كتيره جدا يستبعد الفريق. طب ما تيجي بقى ناخد احتمال. هل من العدل انك انت تخطر ان اللعيبه دي موقوفه قبل ماتشات معينه بالنسبه للخرطوم؟ يعني خد بالك ما لعبوش كويس. ايوه، ما هو من الاول ده دليل ان ده شان داخلي. هم عملوا حاجه في الفتره ما بين عدم مشاركتهم مع الاهلي ومع فيتا. لا، ده هو مساله قيد، خلاف على قيد في بدايه الموسم. والدليل على كده انهم اتأيدوا في القائمه الافريقيه مسبقا بتاعه فيتا بتاعه الخرطوم المريخ. في الاتحاد الافريقي. يبقى قيدهم كان سليم ولا كان غلط؟ سليم، كان سليم. يبقى الاتحاد السوداني لما يجي يقول للناس دي ممكن تلعبوا، هو درس الموضوع، هو تحفظ في الاول، خاف. خلينا نقول ما فيش تاكيد ان الاتحاد السوداني وافق على اشراكهم ولا لا. هو رئيس النادي اللي قال للمدرب يلعبوا، مش اشراكهم انا. ماليش دعوه وافق. طب افرض الاتحاد السوداني ابلغ الاتحاد الافريقي ان دول موقوفين، ما يقدرش حتى الاتحاد السوداني يقول له شاركوا. انت فاهم قصدي؟ العبره بايه؟ ما هيش مزاجيه. يعني ما هي مش عايزين نصورها ان ناس قاعده بتتفق مع بعضها. الاتحاد السوداني لو اوقفهم محليا ولم يخطر الاتحاد الاقليمي والاتحاد الدولي، يبقى لا يسري الايقاف على الاتحاد الاقليمي وعلى الاتحاد الدولي. اللوائح كده يا استاذ ابراهيم، وحصلت لنا كتير هنا في مصر. طيب لو اخطر الاتحاد الافريقي ما يقدرش يقول له لعبه. يعني المساله مش كده، مش ان ناس. انت العبره الايقاف كان محلي ولا كان اقليمي ودولي؟ هو نص القرار عن مزاوله اي نشاط رياضي. خلاص يا ابراهيم. لا، انا بقول لك النص الموجود. تقول ايه بقى؟ النص الموجود مزاوله اي نشاط، ما بعتش للكاف نشاط. اي نشاط فين؟ في محيطي. ولا لو هو عايز يصعد الايقاف كان لازم يخطر الكاف. طب هو ليه ما اختارش الكاف انهم موقوفين؟ عشان مش عايز يصعد، عايز يعتبر ان دي مخالفه داخليه للائحه داخليه تخص الاتحاد السوداني اللي هو ساعات يحكم في دي وممكن ما يحكمش. يعني هو الجواب ده اصلا كونه وصل لسيمبا، يبقى في حد بعته من لا، ما هي واضح ان كانت ازمه مثاره في الاعلام، لان هي طبعا بين الهلال والمريخ. نص الجواب اللي بعته رئيس النادي للمدرب بتاعه، دي مش مؤكد ان المدرب قال له لا احميني بقى عشان ما بقاش انا اللي مؤكد ان حد خد البتاعه دي وبعتها. لا، هو المريخ حط القرار على صفحته، حط جواب المدرب رئيس النادي للمدرب حطه على صفحته الرسميه، ما يعني شرعيه المشاركه. طب ده واحد واثق قوي من انا مش عايز احكم. او ده الجواب. طيب، او القرار بتاعك انت، ما انت جبت سيرته. انا مش بناقش الجواب، انا بناقش الوضع كله. هنعتبر ان الايقاف سليم بناء على لائحه الاتحاد السوداني، لم يخطر به الاتحاد الافريقي او اخطر به. لو اخطر به الاتحاد الافريقي يبقى المشاركه طبعا غلط. لو لم يخطر به الاتحاد الافريقي يبقى انت واقفه في محيطك، في محيط النشاط اللي انت مشرف عليه. طيب، علاقه الاهلي بكل الحدوته دي ايه؟ ده رايي ويحتمل الخطا والصواب. طبعا علاقه الاهلي بالحدوته دي ايه بقى؟ لو الاتحاد الافريقي رفض احتجاج سيمبا يبقى الامر كما هو،
ترتيب المجموعه زي ما هو. طيب لو قبل احتجاج سيمبا وعاقب المريخ على هذه المباراه فقط، اعتبره مهزوم في هذه المباراه من سيمبا، هيبقى سيمبا بقى 9 نقاط وكده قرب كتير جدا من التأهل، والمريخ لا شيء من النقاط، هزيمه في الـ3 مباريات، يبقى تقريبا فرصه في التأهل بتتلاشى. طب علاقه الاهلي فيما لو بقى القرار تم سريانه على كل مشاركات المريخ واستبعاده، ده لو حصل هي هيبقى الاهلي عنده نقطه، فيتا كلاب عنده نقطه، و سيمبا عنده 6 نقاط، يبقى المجموعه هيعاد ترتيبها. لا هي او بنفس النسق، لان فيتا هيرجع للمواجهه، هو متعادل معاك 2-2 في ملعبك، عنده افضليه. لكن هيبقى تاثير ده في الدور الثاني ايه؟ انه بقوا 3 فرق، كل فرقه هتلعب مباراتين، وفي جوله كل فرقه هتريح، يعني هيبقى الجوله الجايه اذا كان الاهلي بيلعب مع فيتا سيمبا هيقعد مريح، الجوله اللي بعديها فيتا بيلعب مع سيمبا والاهلي مريح، الجوله الاخيره الاهلي بيلعب مع سيمبا وفيتا هو اللي مريح. ده في حال لو استبعد الخرطوم او المريخ، لكن لو فضل موجود هتبقى زي ما هي، الجوله الجايه للاهلي مع فيتا الكونغولي، واللي بعديها هيكون الاهلي مع المريخ في السودان، والجوله الاخيره هيكون الاهلي مع سيمبا في القاهره. ده لو في حال بقاء اللي هيستفيد بشكل كبير من هذه سيمبا فقط. لكن الاهلي وفيتا الوضع هو هو، المواجهات المباشره لصالح فيتا لحد دلوقتي الا اذا انت كسبته هناك. الحل الوحيد ان يبقى يعدل لك الموقف ده انك تكسبه هناك، لكن بخلاف هذا هو المستفيد الاول سيمبا في كل الحالات. سيمبا يعني لو اعتبره هو بس الكسبان إلا هو استفاد، الا اذا اعتبرت، الا اذا رفض اعتباره، الا اذا اعتبرت مباراه سيمبا. ما هي والله لا سيمبا، لان فيتا هيروح لسيمبا في ملعبه. فيتا هيروح لسيمبا في ملعبه. لو رايح له وهو عايز الماتش غير لما يروح له وهو مش عايز الماتش. هو يعني في كل الحالات هيبقى فيتا محتاج المباراه في الحالتين زي ما الاهلي محتاجها. لا لا، لو الاهلي ما كسبش هناك خلاص هيبقى الاهلي المكسب بتاعه 5 بوينت في حاله استبعاد المريخ، وفيتا هيبقى لا الاهلي هيبقى 4 بوينت. بص لو المجموعه استمرت رباعيه، لو انت كسبت فيتا هتبقى 4 بوينت وفيتا 1 خلاص، وسيمبا 6 لو بفرض استبعاد نتيجه المريخ. هتبقى انت 6-4-1 في الحاله دي. لو راح فيتا لسيمبا الماتش هيبقى مش فارق مع سيمبا، ما حدش هيجيب 6 بوينت غير الاهلي. الاهلي مع سيمبا هنا لو كسبت انت الماتش ده هتلاعب سيمبا وانت عندك 4 وهو عنده 6، يبقى سيمبا هيكون حريص يجي لك على الاقل عنده 7 أو 8 أو 9، يا 7 يا 9. الميزه الوحيده انك تكسب فيتا هناك ان ماتش سيمبا هيبقى بيحدد جدا مين الفريق اللي هيخش اول ومين الفريق اللي هيخش تاني، الـ3 فرق دي هتبقى معجنه. طب لو اتعادلت انا و انت وفيتا، انا وفيتا مشكله، لان المواجهات المواجهات المباشره لصالحه، يبقى الحل الوحيد انك الحل تكسبه او تتعادل فوق 2-2. الحل الوحيد ان انا اكسبه ده يريحني. طب لو ما كسبتوش اتعادلت هيبقى ماتش مع سيمبا، وماتش مع سيمبا بيحدد مين اللي هيخش الطرف الثالث، يبقى الطرف الثالث هو الحل. في النهايه اللي شبكنا يخلصنا، اللي وصلنا للكلام ده وازاي نقدر نخرج منه بعد الفاصل.